أهلا بكم من جديد. تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، أطلق الوكيل المساعد للموارد والخدمات عبد العزيز الأشراف مبادرة أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية، والتي تأتي كنتاج تعاون مثمر مع معهد ثينك سمارت للتطوير والتدريب وبدعم من مؤسسة تمكين. وقد أكد الأشراف في كلمته أهمية التجارة الإلكترونية والتوجه لتبني الابتكار وريادة الأعمال وتذليل الفجوة التقنية، مما يساهم في تطوير وبناء الكفاءات الوطنية تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في بناء اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا من خلال الارتقاء بالقطاع الخاص أفرادا ومؤسسات. وقد أوضح الأشراف أن التجارة الإلكترونية اليوم تفتح آفاقا جديدة أمام المؤسسات التجارية في شتى القطاعات. أكاديمية مثل ما شفت اليوم ما شاء الله يعني نجاحها من نجاح يعني هذا الحضور اللي شفناه اليوم والعدد المتواجد، وشيء أثلج صدورنا حقيقة. طبعا برعاية سعادة الوزير زايد بن راشد الزياني الله يحفظه، طبعا انشئ هذه الاكاديميه بحيث انه يكون احنا نهتم بالقطاع اللي هو التجاره الالكترونيه ويعطيه الاهتمام الزخم اللي هو تستحق الاهتمام في هذه الفتره، وخاصه في هذا التطور السريع اللي حاصل الحين في العالم بشكل عام. وما في شك ان هذه اول بادره ان شاء الله، وان شاء الله فيها بوادر اخرى ان شاء الله نحن نستمر فيها ونقدمها ان شاء الله للقطاع التجاري ان شاء الله ولا كافة شباب البحرين إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله يكون يعني يستفيدون من هذه الدورة إن شاء الله. وهذه الأكاديمية ما هي إلا بداية إن شاء الله خطوة، وكل مشوار بداية بخطوة إن شاء الله. أظهرت أحدث تقارير مؤسسة KPMG الدولية امتلاك مملكة البحرين لأكثر قطاعات التكنولوجيا تنافسية وانفتاحا على مستوى المنطقة. جاء ذلك ضمن تقرير المؤسسة الخاص بتحليل تكلفة مزاولة الأعمال ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أبرز تصدر البحرين معظم مؤشرات تكاليف مزاولة الأعمال في أسواق المنطقة، والتي تقدر قيمتها الإجمالية ب1.5 تريليون دولار. وقد خلص التقرير إلى أن تكلفة مزاولة الأعمال في المشاريع القائمة على قطاع تكنولوجيا المعلومات في البحرين تعد أقل بنسبة 16% عن المعدل العام في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ولا نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية، حيث تقدم مؤشر البحرين العام في نهاية تداولات اليوم بنسبة 0.05% مقفلا عند مستوى 1315 نقطة، حيث شهدت التداولات اليوم ارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية والخدمات وأيضا الصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4,928,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,125,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 88 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية بنسبة 81% من إجمالي التداولات. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد واصلت التباين في إغلاقات اليوم. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت على انخفاض بتراجع بنسبة 0.57% مقفلة على مستوى 7,800 ونقطتين، وذلك وسط هبوط لغالبية مؤشرات البورصة السعودية. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت شهدت تراجعا أيضا بنسبة 0.12% مقفلة على مستوى 5,263 نقطة، وذلك بتأثير من تراجع مؤشر قطاع البنوك التجارية.
سوق أبو ظبي للأوراق المالية شهد ارتفاعا بنسبة 1.07% مقفلا عند مستوى 4972 نقطة، مدعوما بصعود مؤشر قطاع البنوك التجارية. سوق الإماراتية الأخرى سوق دبي المالي أغلقت على تراجع طفيف بنسبة 0.01% مقفلة عند نفس إقفالها السابق على مستوى 2794 نقطة، متأثرة بشكل رئيسي من تراجع قطاعي الاستثمار وأيضا البنوك. سوق مسقط الأوراق المالية شهدت أيضا تراجعا بنسبة 20 نقطة مئوية تقريبا مقفلة على مستوى 4415 نقطة بتأثير من انخفاض كافة القطاعات وعلى رأسهم قطاع الخدمات. أصدرت اللجنة الدائمة الخليجية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أصدرت قرارها بقبول شكوى مكافحة الإغراق التي تقدمت بها الصناعة الخليجية ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج السيراميك والبورسلان ذات منشأ الصين والهند وإسبانيا. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة خليفة العبري أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناء على التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة. قالت مصادر رسمية مطلعة إن اللجنة المشكلة لصياغة مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر فرضت ضريبة القيمة المضافة على تلك المشروعات عند نسبة 1%، ويأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه تقرير بنك الإمارات دبي الوطني إلى تراجع طفيف لأداء القطاع الخاص غير النفطي خلال الشهر الماضي. وهبط مؤشر مدير المشتريات الخاص بمصر في الشهر الثاني على التوالي، والذي يشهد فيه المؤشر انكماشا بعد فترة قصيرة من التوسع، إذ سجلت قراءات تتجاوز 50 نقطة في شهري يوليو وأغسطس الماضيين. أعلنت وزارة المالية السودانية عن زيادة دعم الطحين بنسبة 40% بعد أن تسبب خفض الدعم هذا العام في ارتفاع أسعار الخبز وأثار احتجاجات في الشوارع. وقال بيان للوزارة إن الحكومة ستنفق 737 ألف دولار يوميا. وأدى قرار خفض دعم الخبز هذا العام إلى اندلاع احتجاجات نادرة الحدوث في أنحاء البلاد بعد أن تضاعفت أسعار الخبز، وقفز التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 66% في شهر أغسطس، وهو أحد أعلى المستويات في العالم. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: هبوط مبيعات هواتف آيفون في الهند إلى الربع خلال الربع الأخير من العام الجاري. أعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرض جميع العقوبات التي رفعتها عام 2015 على إيران، كما زادت إدارة ترامب 700 شخصية ومؤسسة إيرانية ومن ضمنها 50 مؤسسة مالية على قائمة العقوبات. هذا وقد أثرت الدفعة الثانية من العقوبات على الاقتصاد الإيراني بشكل كبير، حيث تم عزل البنوك الإيرانية من نظام سويفت والذي يسمح لمصارف العالم بالتواصل مع بعضها البعض في المعاملات المالية. ويعني عزل إيران أن أزمتها المالية ستتضاعف حتى لو كانت الشركات على استعداد للمخاطرة وشراء النفط الإيراني، فسيكون من المستحيل على إيران استلام أي مدفوعات إذا لم تكن بنوكها جزءا من سويفت. أفادت صحيفة ساندي تايمز أن لندن وبروكسل توصلتا إلى اتفاق جديد يقضي ببقاء بريطانيا ضمن اتحاد جمركي مؤقت مع الاتحاد الأوروبي بعد البريكزيت، لمنع قيام حدوث فعلية أو حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي حصلت على تنازلات من بروكسل التي وافقت على إدراج اتحاد جمركي ضمن اتفاق الانفصال.
وتشكل الحدود الأيرلندية إحدى العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق حول بريكزيت بسبب رفض الطرفين في فرض حدود فعلية مجددا بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا خوفا من الإضرار باتفاق السلام الذي وضع حدا لعقود من الاضطرابات. ألقت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بظلالها على معرض الطيران الذي تستضيفه مدينة تشوهاي الصينية هذا الأسبوع، حيث ذكر خبير طيران صيني أنهم لا يتوقعون حجم مبيعات كبير هذا العام لأن الاقتصاد الصيني ليس في أفضل حالته، ومن المنتظر أن يعج المعرض بطائرات مثل إيرباص وإمبراير التي تمثل طموحات الطيران التجاري في الصين. لكن مؤسسة الطائرات التجارية الصينية كوماك وهي الشركة الوطنية لصناعة الطائرات التجارية لن تكون حاضرة، إذ كشف مسؤول تنفيذي بارز أنها تجري تجارب طيران. ومن جانبها لن تعرض شركة بوينغ التي تفتح خط تجميع لطائرات 737 في الصين أيا من طائراتها، بل مجرد نماذج للطائرات. نتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. توقعت شركة أبحاث في مجال الصناعة هبوط مبيعات هواتف آيفون في الهند إلى الربع خلال الربع الأخير من العام الجاري. وقالت شركة كاونتر بوينت إن هذا التطور يضع شركة أبل في الطريق نحو أول هبوط لهاتف آيفون خلال عام كامل منذ 4 سنوات. وزاد التركيز على الصعوبة التي تواجهها أبل في الوصول إلى السوق الهندية التي تضم 1.3 مليار مستهلك بعد أن ألقت أبل باللوم على عدد من الأسواق الناشئة الكبيرة.